سوهان، أنت منيحة يا روحي؟ ما في شي خطير، الجرح صغير بس لازم ندهنه بشي لحتى يتطهر. ماشي. طيب يلا. أنا بدهنه بالبيت. لا تعي لهون، تعي معي. عم ترشفي من الخوف مو؟ شو عم هيك؟ موجوعة كتير وعم احترق. مر 45 يوم وهاليوم 46. رحت على أمريكا وأنا ما شفتك لما رحت. قال لي رفعت إنه ما صر عليك. أنا كنت أحكي معه دائما. أنا اتصلت فيك ألف مرة، خبرتك وحطيت إيدي على كتفك من بعيد وضليت عم واسيك هيك. لحتى واسي حالي